ينضم إلينا الآن من القاهرة عبر الهاتف ضياء رشوان، رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات. أهلا وسهلا بك معنا. كيف تنظر القاهرة إلى البيانات المتتالية عن الجيش الإسرائيلي وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن العملية في رفح مستمرة وستتوسع، بالإضافة إلى احتلال ثلثي محور فيلادلفيا؟ مساء الخير على حضرتك. مساء الله. بالقطع القاهرة هي لا تنظر فقط، تتابع بدقة كاملة وبدأب شديد هذه الحرب منذ بدايتها، وليست هذه المتابعة الأولى للحرب الأولى. القاهرة تتابع كل الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على غزة طوال السنوات والعقدين السابقين، وكانت دائما تتدخل طوال الوقت لإنهاء حالة الحرب والتواصل بين الطرفين. القاهرة الآن تواجه، وليست القاهرة فقط، الإخوة وأشقائنا في فلسطين، المنطقة كلها وربما العالم كله يواجه اليوم منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة بما يمكن أن نسميه بالموجة العدوانية الأكبر والأوسع والأطول في تاريخ دولة إسرائيل. إسرائيل كانت طوال الوقت تهدد جيرانها، كانت طوال الوقت تعتدي على حقوق الغير، تعتدي على حقوق الفلسطينية، تحتل الأراضي الفلسطينية، تفعل الافاعيل كما نحدث الان من اباده في غزه ومن اعتداءات متواصله في الضفه، لكن هذه الموجه هي الاطول، هذه الموجه هي الاشد عدوانيه. اسرائيل وبحكم التكوين الذاتي الان للحكومه بجناحها الديني المتطرف وجناحها اليميني ايضا السياسي المتطرف، وبحكم ما تعرضت له من هزه غير مسبوقه منذ 7 أكتوبر، فاسرائيل الان تسير بنظريه الاندفاع الى الامام. الاندفاع الى الامام ادى الى ما ذكرتيه حضرتك في سؤالك، ادى الى الدخول الى رفح بهذا الشكل، ادى الى الدخول والخروج من ممر فيلادلفيا الذي تنظمه معاهده السلام بين مصر واسرائيل، ادى الى حماقه اكبر اسرائيليا وهي احتلال الجانب الفلسطيني من ممر رفح. وكان اسرائيل لم يكفيها ان تكون لديها 6 معابر ما بين غزه وما بين الاراضي الاسرائيليه تسيطر عليها كامله، فتاتي الى المعبر الوحيد الذي يربط الاراضي الفلسطينيه بدوله عربيه وهو رفح، وتريد ايضا ان تسيطر عليه من الجانب الاخر. القاهره تطيل صبرها ولكنها ترسل رسائل حاسمه وواضحه سواء بشكل مباشر الى اسرائيل او عبر وسطاء او عبر الاعلام بانها لديها ثابتان مؤكدان. الثابت الاول هو الامن القومي المصري، وانها لديها كل الوسائل والسيناريوهات للدفاع عنه. وهذا ما اود ان اسالك عنه، منذ لحظه الاجتياح الاولى لمعبر رفح على الجانب الفلسطيني، ومصر تقول بان كل السيناريوهات مطروحه في التعامل مع اسرائيل. ما الخيارات المتاحه الان؟ دعيني اكمل فقط الجانب الثاني، هو مكمل الجانب الاول. الامر الثاني هو القضيه الفلسطينيه. صديقتي العزيزة مشاهدينا الكرام، أذكر نفسي قبل أن أذكر أحد بأن مصر قضت 3/4 القرن وهي مع فلسطين، لم تخض دولة عربية واحدة حروبا أكثر مما قضته مصر مع إسرائيل، ولم تعقد دولة عربية قبل مصر أيضا معاهدة سلام مع إسرائيل، ولكن كل هذا أتى ضمن محددات واضحة وهي الالتزام التام والكامل في كل العهود والأوقات بالحق الفلسطيني المشروع، وهو الذي تخضص به الوساطة أيضا وهي تستند إلى الحقوق الفلسطينية المشروعة، ليست وساطة محايدة. فيما يتعلق بالتصرفات الإسرائيلية، مصر دولة كبيرة، نحن لا نتحدث عن دولة يمكن أن تقوم بتصرفات غير محسوبة، ومصر في البيان الذي أشرت إليه حضرتك حذرت أولا قبل أن تهدد بالانسحاب من أن التصرفات الإسرائيلية سوف تدفع المنطقة كلها إلى مزيد من اتساع الصراع. وبالتالي الامر لا يتعلق الان فقط بالموقف المصري، مصر تحافظ على السلام ولكن قبل السلام تحافظ على مبادئها الرئيسيه سواء يتعلق بالامن القومي او بالقضيه الفلسطينيه. الان مصر وحتى اللحظه لديها خطوط موجوده مع اسرائيل، مصر لم تدخل هذه الوساطه الا بطلب اسرائيلي وطلب امريكي وبالقطع طلب من الاخوه في حماس. اصرار مصر مثلا على عدم فتح معبر رفح من الجانب المصري الان هو معلن، لانه هذا اذا فتح معناه انه يعطي شرعيه للاحتلال الاسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر، وهذا امر مصر علنا ترفضه ولن تقبل به، والاخوه في حماس ايضا حيوا الموقف المصري على هذا الامر. هل هذا يعني بان مصر هي من يغلق يعني معبر رفح الان؟
لأنه في الكثير من الآن الاتهامات يا سيد ضياء بأن مصر هي مصر المسؤولة عن الآن تجويع تغلق الفلسطينيين، المعبر. مسؤولة عن إغلاق أنا المعبر، أقول كيف بشكل تردون واضح، على ذلك؟ بقول بشكل واضح ومعلن، وأنا هنا أتحدث عن مصر والإخوة الفلسطينيين يتحدثون عن أنفسهم. في الفترات الماضية كان هناك أحاديث لا أساس لها مصحة من أن المعبر مغلق من الجانب المصري. لم يصدر تصريح واحد عن فصيل واحد من المقاومة الفلسطينية في غزة أو السلطة الفلسطينية في رام الله أو أي قوة سياسية داخل غزة تقول أن مصر كانت تغلق المعبر. كل ما يدور هو أحاديث إفك يقولها بعض الذين يعني يريدون يتزيدون. أما اليوم فمصر تعلن صراحة أنها تغلق المعبر من الناحية المصرية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يحتل الجانب الفلسطيني، ومصر لن تقبل كما لم تفعل كما كانت تفعل دائما التعامل في الجانب الآخر من المعبر على الناحية الفلسطينية إلا مع الفلسطينيين. أما أن تعطي إسرائيل الحق في أن تتعامل مع السلطات المصرية باعتبارها سلطة المعبر وسلطة غزة، هذا إقرار بالاحتلال. مصر لن تفتح المعبر، وأكرر مرة أخرى أن حركات المقاومة ومقدماتها حماس حيت مصر الأسبوع الماضي على هذا الموقف أنها تغلق المعبر. لن تفتح مصر معبرا يعطي شرعية للاحتلال في رفح الفلسطينية أبدا، ولن سيد تتعامل ضياء، إلا مع جانب مع طرف فلسطيني في هذا الجانب من المعبر على هناك الطرف حديث عن الفلسطيني. مفاوضات فيما يتعلق بإدارة معبر رفح، ما الذي يطرح عليكم في هذا لا الموضوع؟ يوجد شيء يطرح علينا، كلام واضح ومؤكد ونهائي. مصر لا تناور يا أستاذة، ومصر وأنا أيضا لا أحيل إليك، أحيل إلى الجانب الفلسطيني. لا أنا فلسطيني ولا حضرتك فلسطينية. الإخوة في حماس، وأنت لسه قاري خبر حالا دلوقتي عن متحدث من حماس، لا يوجد من جانب مصر فيما يتعلق برفح الفلسطينية إلا موقف واحد معلن. لو أردتم أن تصدقوا ما تشيعه وسائل الإعلام الإسرائيلية فصدقوه، لكن ما أقوله واضح والكل السلطات المصرية أوضحته ولم تتردد عنه. هذا لا ليس يمكن حديث وسائل الإعلام أبدا الإسرائيلية أن فقط، وحتى نتفاوض على حتى الإدارة. الأمريكان يقولون وآخر نفس جملة، الشيء، وبلينكين قال هذا الكلام بالأمس. تفضل. وبلينكين قال أن لإسرائيل حق الوجود وأنها لها الحق أن تقتل الفلسطينيين. تصدقي بلينكين فيما يقول كله ولا نصف ولا ربعه؟ لا، سؤالك. لذلك أسأل. طيب، ننتقل إلى موضوع آخر. السي إن إن كما تعلم أوردت معلومات تتعلق بالصفقة الأخيرة التي يعني قيل بأن الجانب المصري قام بتعديلات عليها قبل أن تقدم إلى حماس. على ضوء هذا التقرير كان هناك موقف من الجانب المصري يقول بأنه من الممكن أن تهدد هذه التقارير التي تعتبرها القاهرة هجومية موقف مصر فيما يتعلق بالوساطة. يعني ما آخر المعطيات فيما يتعلق بموقف مصر من الوساطة؟ تسمحي لي اربط هذا السؤال بسؤالك السابق عشان نتبين حقيقه الامور. سؤالك السابق ان مصر تجري مفاوضات، ان بلينكين قال ان مصر تتفاوض عشان تدير رفع مع الاسرائيليين. ومصر يتهمها الاسرائيليين بانها غيرت الوسائط من اجل حماس. عن اي مصر نتحدث؟ مصر واحده. اما مصر التي تساند حماس وتتهم بتغيير المستندات لصالحها، او ان مصر التي تتآمر مع الاسرائيليين على حماس. مصر هي الاولى. وهي الأولى بمعنى أن مصر لم تغير أي أوراق في المفاوضات. المفاوضات حضرها أربع أطراف. حضرها رئيس المخابرات المركزية الأمريكية، حضرها رئيس وزراء ورئيس وزير خارجية قطر، حضرها رئيس المخابرات المصرية، وحضرها الجانب الحمساوي. الأربع أطراف عندما نشرت السي إن إن ما ادعته من أكاذيب لم تأتي بمصدر واحد من أربعة جهات. ذكرت ثلاثة مصادر مجهولة لا نعلم من اي جهه كانت. وانا استغرب ان حدثا من هذا النوع بهذه الخطوره شهده رئيس وزراء ورئيس مخابرات ورئيس مخابرات ورئيس مكتب سياسي او مسؤول رئيس مكتب سياسي خليل الحية لحماس لا يعرف عنه احد الا مصادر مجهوله لدى السي ان ان. وبالتالي هذه المصادر هي في الاصل مصادر اسرائيليه. وهذا يرجعنا مره اخرى، اين مصر؟ مصر ليست بحاجه الى تدليل جديد على مواقفها، وليست بحاجه ابدا الى ان تستعيد تاريخا يعرفه الجميع ومن لا يعرفه فسيتعلمه في المستقبل. لا اتصور ابدا ان الاخوه في حماس سيسلمون رؤوسهم هم والمقاومه لمن لا يثق ولا يثقون فيه. لا اتخيل ابدا ان الاخوه في حماس وفي المقاومه صامتون وان المصريون يمنعونهم من الكلام.
أنت قرأت الآن قبل أن أتدخل مباشرة ما يؤكد هذا الكلام. وبالتالي أرجو أن عندما نحلل البيانات ونحلل المعلومات من مصادر مختلفة أن نضعها معا في إطار مقارن، وأن نرى في أي خط تسير، لا نأخذ قطعة، لا أقصدك أنت طبعا، لا نأخذ قطعة من هنا وقطعة من هناك ونلصقها فتأتي لنا صورة مشوهة. هذا التشويه لن يلحق بمصر بأي حال من الأحوال. طيب، الجهات الإسرائيلية تتحدث الآن عن حاجة ملحة لاستئناف المفاوضات، هل يمكن أن نرى دورا مصريا فعالا في أي مفاوضات مستقبلية؟ مصر أعلنت منذ قليل جدا على لسان مصدر رفيع أن إسرائيل غير مهيئة لمفاوضات جادة الآن، وهذا يأتي على الأرجح ردا على ما اتخذه مجلس الحرب بالأمس من تفويض جديد للتفاوض، ومن تجهيز كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية مسودة جديدة من الجانب الإسرائيلي للتفاوض حولها. مصر ترى أن هذا هو مناورة أخرى من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فأعلنت منذ قليل أن إسرائيل غير مهيئة الآن للمفاوضات. إسرائيل الآن عليها التزامات، ليس أن تعد ورقة جديدة، ولكن ما تم التوافق عليه في المفاوضات التي أفسدها بنيامين نتنياهو برفضه بعد أن قبلتها حركة حماس، عليها أن تعود إلى النقطة التي تركتها إسرائيل وألا تناور من جديد، فقط من أجل أن يتلافى نتنياهو الأزمات الداخلية الهائلة التي تزداد يوما بعد يوم، وآخرها اليوم ما الخلاف بينه وبين الجيش، وما طلب به بني جانس منذ قليل بتشكيل لجنة حكومية سريعة للتحقيق فيما جرى في أحداث 7 أكتوبر. شكرا جزيلا لك ضياء رشوان، رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، حدثتنا من القاهرة، شكرا لك.